وهذا معلوم في من تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة، يجد أن الشرع ما ينهى عن شيء إلا ويوجد له البديل. من بينها قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنهم كانوا إذا أتوا إلى واد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وهذه مقولة شركية. فجاء الإسلام بالبديل عند مسلم حديث خولة: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.